الجلفة الولاية السهبية المترامية الأطراف، عاصمة ولاد نايل، نظراً لموقعها الاستراتيجي الهام والكثافة السكانية تتعزز بمركز فرعي للتلفزيون الجزائري وضع حيز الخدمة اليوم. الإعلام الجواري هو يدخل في صلب مهامنا كإعلام كخدمة عمومية، وطبعاً فخورين جداً أن نتواجد في الجلفة كي نرافق. الإعلام دائما هو ذلك المصعد الذي ينقل قرارات السلطات المحلية والسلطات العليا للبلاد إلى المواطن، ولكن أيضا يرتفع بانشغالات المواطن وانشغالاته اليومية إلى السلطات المحلية. من خلال تواجدنا في ولاية تكاد تكون بلد في جغرافيا أخرى، تكريس الإعلام الجواري وتمكين المواطنين من إعلام هادف هو ما يسعى إليه هذا المركز الفرعي مواكبة للمستجدات الإعلامية في بلادنا. التلفزة بالنسبة لنا اليوم صبحت من إحدى الوسائل القوية جدا في عالم الإعلام، وبالتالي نرى فيها رفيق قوي بالنسبة للتنمية، بالنسبة لرفع الانشغال المواطن على مستوى ولايتنا. كذلك نرى فيها وسيلة دعم ومرافقة للعمل التنموي على مستوى الولاية. افتتاح مركز تلفزيون بولاية الجلفة هو دعم للأسرة الإعلامية المحلية، سيساهم بلا شك في نقل صوت المواطن الجلفاوي، صوت ولاية مليونية. محطة التلفزيون الوطني بولاية الجلفة هي مكسب كبير للولاية، ولطالما انتظره سكان الولاية بفارغ الصبر. وتندرج هذه الخطوة الإيجابية للمؤسسة العمومية للتلفزيون في إطار سياستها ضماناً لتغطية شاملة لمختلف مناطق الوطن.